المحاضرة رقم 9 Reactive Power Control and Distribution Network. استهلاك الـ Active Power الـ P بالكيلووات دائما يكون معاها استهلاك لكمية معينة من Reactive Power اللي هي الـ Q كيلو بار. هذا بسبب وجود أجهزة حثية مثلا Induction Motor، ترانسفورمر، الأفران الحثية، المصابيح الغازية وبقية الأجهزة التي تعتمد في عملها على الماجنتيك فيلد، على المجال المغناطيسي. أي أن أي جهاز يعمل على أساس المجال المغناطيسي يحتاج قدرة رياكتيف باور. استهلاك الرياكتيف باور كل ما يزيد راح يقلل من قيمة الباور فاكتور، وبالتالي يزيد من الاكتيف باور لوسز، خسائر القدرة الحقيقية، ويزيد الفولتج دروب، ويقلل الكاباسيتي مال وحدات التوليد. لهذا السبب كثير من البلدان خلت حدود للباور فاكتور المسموح به. على سبيل المثال في إسبانيا الباور فاكتور المسموح به 0.8 وفي بلجيكا 0.7، أي أن إذا كان معامل القدرة للمستهلك أقل من هذه الأرقام راح قائمة أجور الطاقة اللي المفروض يدفعها المستهلك تزداد بنسبة 10%. تحسين الباور فاكتور يتم من خلال تعويض جميع أو جزء من الرياكتيف باور الممتصة من قبل الحمل، وهذا يتم من خلال حقن كمية معينة من الرياكتيف باور بالشبكة. عمليا حقن كمية معينة من الرياكتيف باور بالقرب من الحمل، والغاية أنه الباور لوسز والفولتج دروب راح ينخفض عندنا بسبب أنه الرياكتيف باور فلو باللاين والكيبل راح ينخفض. وهذا يتم كله من خلال ربط متسع على التوازي مع الحمل، أي ربط شنت كاباسيتر مع الحمل، وهذا يتم أما في الفولتج ليفل 11-33 كيلو فولت أو في جهة اللو فولتج يعني جهة الـ 0.4 كيلو فولت، وهذا كله يقوم به المهندسين المصممين لمنظومة التوزيع. مثل ما تكلمنا في السلايد السابق، لكي نعوض الرياكتيف باور اللي يمتص الحمل نربط متسعة على التوازي مع الحمل. المتسعة اللي مربوطة مع الحمل ممكن تكون فيكس يعني قيمتها ثابتة، أو ممكن تكون من خلال سويتش يعني قيمتها تتغير من خلال سويتش، أو من خلال دائرة إلكترونية تربط مع المتسعة. هذه الدائرة الإلكترونية تقوم بالسيطرة على قيمة المتسعة المربوطة مع الحمل، وعليه كل ما يزداد احتياجنا للرياكتيف باور راح يزداد حجم الكاباسيتر، وزيادة حجم الكاباسيتر معناها زيادة سعر الكاباسيتر، وعليه نحتاج نسوي مقارنة بين حجم الكاباسيتر اللي هو سعر الكاباسيتر مع الفائدة اللي نستفاد من ربط المتسعة، وهي تقليل اللوسز وتقليل الفولتج دروب. من الشكل رقم 1 لنفس قيمة الابارنت باور، القيمة الظاهرية اللي هي S، الـ P اللي هو الـ Active Power يزداد مع زيادة قيمة الـ Cosine Phi. لاحظ من الجدول P تساوي لنا S Cosine Phi، يعني P هي Function to Cosine Phi اللي هو معامل القدرة، فكل ما تزداد الـ Cosine Phi كل ما الـ Active Power تزداد. لذلك الكوساين فاي يطلق عليها الباور فاكتور، اي
أن هذا الكوساين أو البار فاكتور يتحكم بقيمة البي. من خلال أيضا الرسم نلاحظ أن التوتال باور يزداد مع نقصان أو انخفاض قيمة الكوساين فاي. individual compensation التعويض الانفرادي، هذه الطريقة عادة تستخدم لما يكون عندنا حمل واحد أو مجموعة من الأحمال في نفس الموقع، أو عندنا ترانسفورمر، أو عندنا منشأة صناعية بهم الباور فاكتور منخفض. بهاي الطريقة الكوساين فاي 1 اللي هي معامل القدرة قبل التعويض، يعني الانيشال فاليو القيمة الأولية، ودائما تكون هذه معلومة عندنا. والكوساين فاي 2 هي الباور فاكتور بعد التعويض. من الفيجر 2 لاحظ انه كمية الكيلو بار، يعني كمية الكيو اللي راح تنحقن بالشبكة من خلال المتسعة راح اسميها كيو سي. ومن الدايجرام كيو سي تساوينا كيو 1 ناقص كيو 2. كيو 1 تساوينا P tan phi 1 و Q2 تساوينا P tan phi 2، وعليه QC تساوينا P نفتح القوس tan phi 1 ناقص tan phi 2. tan phi 1 ناقص tan phi 2 راح اسميها K، والكونستانت K راح نطلعها من الشارت والتيبل راح نشوفها بالسلايد التالي القادم. مثل ما قلنا بالسلايد السابق الكونستانت K هو tan phi 1 ناقص tan phi 2. بالجدول اللي أمامكم الكولوم اللي باللون الأخضر هو الأوريجينال باور فاكتور، أي قيمة معامل القدرة قبل التعويض، وأقصد بالتعويض هو تعويض الرياكتيف باور. والرو اللي هو باللون الأزرق هو الباور فاكتور اللي يريد نوصل له، يعني الباور فاكتور بعد التعويض، يعني بعد تعويض الرياكتيف باور، يعني بعد ربط المتسع. فعلى سبيل المثال اذا اخذت قيمة 0.7 يعني الباور فاكتور قبل التعويض 0.7 يعني 70%، وردت الباور فاكتور يصير 0.8 يعني 80%، فنقاطع 70 مع 80 راح يكون قيمة الكي هي 0.27. وإذا ردت نحسن الباور فاكتور من 0.7 إلى 0.85 نقاطع 85 ويا 70 راح تكون قيمة الكي هي 0.4 وهكذا. فإذا ردت أن أحسن الباور فاكتور من 0.7 إلى 0.95 فقيمة الكي راح تكون 0.691 وهكذا بالنسبة للقيم الأخرى. Advantage of reactive power compensation يعني فوائد تعويض الرياكتيف باور بالشبكة. الفائدة الأولى هي الفولتج دروب ريدكشن، يعني تخفيض أو تقليل الفولتج دروب. عندما نحقن كمية معينة من الرياكتيف باور بالشبكة فالرياكتيف كارنت فلو باللاين أو بالكيبل راح ينخفض، وبالتالي هذا يجعل الفولتج درو أيضا ينخفض وتتحسن الفولتية. كيف نحسب هذا التحسن في الفولتج دروب؟ دلتا في 1 هي الفولتج دروب قبل الكومبنسيشن، يعني الفولتج دروب قبل التعويض، واقصد هنا تعويض الرياكتيف باور، ويتم من خلال ربط المتسع على التوازي مع الحمل. فدلتا بي 1 تساوي لنا بي ار بلس كيو اكس على بي. البي هو الاكتيف باور باللاين، والار هي الريسيستنس اوف لاين، الكيو هي الرياكتيف باور باللاين، والاكس هي الرياكتنس اوف لاين على فولتية اللاين.
دلتا في 2 هي الفولتج دروب بعد التعويض after compensation، وتساوي لنا PR plus مكان الـ Q راح أعوض Q minus QC، و QC هي الرياكتف باور انجكتد، يعني الرياكتف باور اللي حقناها بالشبكة من خلال المتسعة اللي ربطت على التوازي مع الحمل مضروبة في X على V. فإذا أردت أشوف الفولتج رايس، يعني شقد راح يرتفع أو ترتفع الفولتية اللي راح أسميها دلتا V، اللي هي دلتا V1 الفولتج دروب قبل التعويض ناقص دلتا V2 اللي هي الفولتج دروب بعد التعويض. فمن أعوض مكان دلتا V1 ودلتا V2 من المعادلتين الأعلى راح تكون الدلتا V اللي هي الفولتج رايس QC في X على V، وقلنا QC هي الرياكتف باور اللي راح تحقن بالشبكة من المتسعة، والX هي الرياكتنس مال اللاين على فولتية اللاين. الفائدة الثانية من الـ Reactive Power Compensation هي Increasing the Apparent Power Capacity، هي زيادة سعة القدرة الظاهرية. لما الـ Power Factor يزداد، الـ Apparent Power الـ S القدرة الظاهرية لنفس قيمة الـ Active Power راح تنخفض، يعني الـ S اللي راح نسحبها من الشبكة راح تقل. Recovered apparent power يعني القدرة الظاهرية المستردة المستفادية من عدها، اللي راح نستفاد من عدها من خلال reactive power compensation، من خلال تعويض reactive power راح نطلعها نسبة مئوية نسبة إلى active power demand، نسبة إلى القدرة الحقيقية المطلوبة. Recovered kilovolt ampere يعني القدرة الظاهرية المستردة أو اللي راح نستفاد من عدها هي S1 ناقص S2. S1 هي الأبارنت باور قبل التعويض، و S2 هي الأبارنت باور بعد التعويض. S1 تساوي لنا من خلال الشكل رقم واحد P على كوساين فاي 1، و S2 هي P على كوساين فاي 2. راح أطلع P خارج قوس، راح تكون Recovered kilovolt ampere يعني الأس المستردة اللي راح استفاد من عندها نتيجة التعويض نتيجة ربط المتسعة هي P في 1 على كوساين فاي 1 ناقص 1 على كوساين فاي 2. P تساوي لنا S1 كوساين فاي 1، يعني راح أعوض مكان P القدرة الحقيقية أعوض مكانها S1 كوساين فاي 1، وبالتالي الريكفرد كيلوفولت أمبير راح يساوي لنا C S1 في 1 كوساين فاي 1 ناقص 1 على كوساين فاي 2 مضروبة بكوساين فاي 1. فلو أريد تطلع النسبة المئوية اللي راح نستفاد من عندها بسبب التعويض راح أسميها ريكفرد كيلوفولت أمبير بالمية، راح تكون ريكفرد كيلوفولت أمبير طلعتها بالمعادلة على S1، S1 هي شنية الأبارنت باور قبل التعويض في 100 راح تطلع النسبة المئوية للأس اللي راح نستفاد من عدها بسبب تعويض الرياكتف باور من خلال ربط متسعة على التوازي. المعادلة في السلايد السابق اللي هي الريكفرد كيلوفولت أمبير يعني الأس اللي راح نستفاد من عدها، لو أردت أرسم هذه العلاقة على شكل منحنيات وأشوف شقد راح أستفاد من الأس من خلال تحسين الباور فاكتر. الرسم اللي أمامك الواي أكسس هو الكوساين فاي 1 يعني الباور فاكتر قبل التعويض أي قبل تحسين المعامل القدرة أي قبل ربط المتسعة، والأكس أكسس هو الكيلو فولت أمبير ريكفرد يعني الأس اللي راح نستفاد من عدها من خلال ربط المتسعة مع شقد راح نحسن بالباور فاكتور الكيرفات الثلاثة. عندنا الكيرف الأول اللي هي الأسفل لما نحسن الباور فاكتور إلى 0.8 يعني الكوساين فاي 2 يصير 0.8 والمنحني الوسطاني راح يكون هو 0.9 والمنحني الأخير راح يكون 1. فلو نجي ناخذ أنه الباور فاكتور قبل التحسين 0.8 ونريد نحسنه الى 0.8 يعني اي تحسين ماكو،
فالريكفرد راح يصير صفر، يعني الاس اللي راح نستفاد منها صفر، كون انه الباور فاكتور ما تحسن، كان 0.8 وصار 0.8. اذا اردت اقاطع ال 0.7 يعني الباور فاكتور قبل التعويض، يعني قبل التحسين، يعني قبل المتسعة 0.7، وردنا نسوي الباور فاكتور بعد التحسين 0.8، فاذا نقاطع ال 0.7 ويا المنحني ال 0.8 راح ريكفر الاس اللي راح تسترد، اللي راح نستفاد من عندها بحدود 18%. واذا قاطعت ال 0.7 مع الكيرف الوسطاني، يعني الباور فاكتور قبل التحسين كانت 0.7 وبعد التحسين كوساين فاي 2 صارت 0.9، الاس المستردة الاس اللي راح نستفاد من عدها بحدود 30%. واذا قاطعت ال 0.7 ويا الكيرف 1، يعني الباور فاكتور راح يصير 1، كان 0.7 صار 1، الاس المستردة الاس اللي راح نستفاد من عدها بحدود 42 إلى 43%، وهكذا. معناها من الكيرفات نستنتج انه كل ما نحسن بالباور فاكتور كل ما الاس ريكفرد الاس اللي راح نستفاد من عدها راح تزداد. الفائدة الثالثة من تعويض الرياكتيف باور، اي من ربط متسعة على التوازي مع الحمل، هي ريدكشن ان لاين اند كيبل لوسز، يعني تقليل اللوسز باللاين والكيبل. كل ما الباور فاكتور يزداد كل ما اللوسز تقل. شلون نثبت هذا من خلال معادلات؟ عندنا بي تساوي لنا اس1 كوساين فاي 1 وتساوي اس2 كوساين فاي 2، ومن عندها اقدر اطلع اس2 تساوي لنا اس1 مضروبه في كوساين فاي 1 على كوساين فاي 2. هذه معادله رقم 1. اللوسز 3 فيز لوسز قبل التعويض، قبل التحسين راح اسميها دلتا بي 1، ودلتا بي 1 يساوي لنا مربع التيار في المقاومه، والتيار هو اس الى في، وبالتالي دلتا بي 1 تساوي لنا اس 1 تربيع على في تربيع في ار. اس 1 هي الابارنت باور قبل التعويض، قبل التحسين. الباور لوسز 3 فيز باور لوسز بعد التعويض راح اسميها دلتا بي 2، ودلتا بي 2 راح تساوي لنا اس 2 تربيع على في تربيع في ار، واس 2 هي الابارنت باور بعد التعويض اي بعد التحسين. فتقليل اللوسز او يعني انخفاض اللوسز الباور لوسز راح تساوي اسميها دلتا بي، وراح تساوي لنا دلتا بي 1 ناخذ دلتا بي 2. دلتا بي 1 هي اللوسز قبل التعويض، ودلتا بي 2 هي اللوسز بعد التعويض. فإذا عوضت مكان دلتا بي 1 ودلتا بي 2 من ما أعلاه من المعادلات أعلاه، راح الدلتا بي هي الباور لوسز ريتكشن راح تساوي لنا S1 تربيع ناقص S2 تربيع على B تربيع في R، وهي المعادلة رقم 2، وراح نكمل الاشتقاق في السلايد القادم. من السلايد السابق، إذا عوضت عن قيمة S2 من المعادلة رقم 1 ووضعتها بالمعادلة رقم 2، راح نحصل على دلتا P اللي هي Power Losses Reduction تساوي لنا S1 تربيع على B تربيع في R في 1 ناقص كوساين فاي 1 تربيع على كوساين فاي 2 تربيع. S1 تربيع على B تربيع في R هي دلتا P1، ودلتا P1 هي الباور لوسز قبل التعويض، فراح تصير عندي الدلتا بي بالمية، يعني الباور لوسز ريدكشن بالمية، راح ارفع اس 1 تربيع على بي تربيع في ار واخلي مكانها دلتا بي 1 مضروبه في 1 ناقص كوساين فاي 1 تربيع على كوساين فاي 2 تربيع في 100. هاي المعادله رقم 3. لو اريد اتحقق واحقق هذه المعادله واناقشها، فلو كان عندي معامل القدرة قبل التعويض كوساين فاي 1 وما صار عندي أي تحسين أي تعويض، معناها كوساين فاي 1 تساوي لنا كوساين فاي 2، وكوساين فاي 1 تربيع على كوساين فاي 2 تربيع راح يصير 1،
وبالمعادلة 3 1 ناقص 1 راح يساوي لنا 0، وبالنتيجة أنه دلتا بي 1 يعني الباور لوسز ريدكشن راح يساوي 0، أي لا يوجد أي تعويض أو تخفيض باللوسز لأنه الباور فاكتور ما تحسن عندي، افترضته بقى ثابت، يعني كوساين فاي 1 يساوي لنا كوساين فاي 2. المعادلة 3 راح أرسمها من خلال منحنيات وأشوف التغير من كوساين فاي 1 إلى كوساين فاي 2 وأشوف شقد الباور لوسز راح تنخفض، وراح نشاهده بالسلايد القادم. المعادلة رقم 3 في السلايد السابق مثل ما قلنا راح نرسمها على شكل منحنيات. فأمامكم هذا الفيجر يمثل الواي اكسس هو الانيشال باور فاكتور يعني الكوساين فاي 1 اي الباور فاكتور قبل التعويض اي قبل التحسين. اما الاكس اكسس هو ريدكشن ان لاين اند كيبل لوسز يعني انخفاض اللوسز باللاين والكيبل بالمية. وامامك خمس منحنيات هي الباور فاكتور بعد التعويض يعني الفاينل باور فاكتور الكوساين فاي 2. فلو كان عندي الباور فاكتور على سبيل المثال قبل التعويض اي قبل التحسين 0.6 وردت احسن الباور فاكتور الى 0.6، فمن اقاطع ال 0.6 للباور فاكتور قبل التعويض مع الكيرف 0.6 راح يكون الريدكشن صفر، لانه اي تحسين في الباور فاكتور ما صار، كان 0.6 صار 0.6. فتلاحظ من أقاطع الـ 0.6 مع الكيرف 0.6 الريدكشن يكون صفر. لكن إذا كان الـ 0.6 هو الباور فاكتور قبل التعويض وقاطعته ويا الباور فاكتور بعد التعويض اللي هي كوساين فاي 2 مع 0.7 راح يكون الريدكشن بحدود 30%. وإذا قاطعت الـ 0.6 مع الكيرف 0.8 راح الريدكشن يصير بحدود 45%، أي كل ما الباور فاكتور بعد التعويض يزيد كل ما الريدكشن يزيد. وعلى سبيل المثال إذا كان الباور فاكتور قبل التعويض 0.6 وصار بعد التعويض 1 راح أقدر أقلل اللوسز إلى 65% كما تشاهده بالكيرف. الفائدة الرابعة من الـ Reactive Power Compensation هي Reduction in Transformer Losses، أي أن الفائدة من تعويض Reactive Power راح تقلل لنا من خسائر المحولة. خسائر المحولة تنخفض عندما يزداد الباور فاكتور، عندما يتحسن الباور فاكتور من كوساين فاي 1 إلى كوساين فاي 2. الانيشال ترانسفورمر لوسز اي ان الترانسفورمر لوسز خسائر المحوله قبل التعويض، اي لما كانت معامل القدره كوساين فاي 1 هي دلتا بي اي بلس دلتا بي سي مضروبه باس 1 تربيع على اس ريتد تربيع. دلتا بي اي هي الايرون لوسز ودلتا بي سي هي الكبر لوسز، واس 1 هي الابارنت باور قبل التعويض، والاس ريتد هي الريتد مال الترانسفورمر. الترانسفورمر لوسز بعد التعويض اي بعد التحسين اي بعد ربط المتسع على التوازي مع الحمل راح تكون دلتا بي اي مضروبه العفو زائد دلتا بي سي مضروبه باس 2 تربيع على اس ريتد تربيع. تلاحظ انه البي اي والبي سي هي الايرون لوسز والكبر لوسز ما تغيرت عندنا، اللي تغير عندنا الابارنت باور كان اس 1 صار أستو. فلو طرحت المعادلة الثانية من المعادلة الأولى راح أحصل على الريدكشن باللوسز مال الترانسفورمر راح يساوي لنا دلتا بي سي يعني هي الكبر لوسز مضروبة في اس 1 تربيع ناقص اس 2 تربيع على اس ريتد تربيع. كنترول ميثود طرق السيطرة، وهنا نقصد بها طرق السيطرة على كمية الكاباسيتر اللي راح تدخل بالشبكة، أي إدخال وإخراج الكاباسيتر بالشبكة، وهذا يعتمد على التغير في أو التغيرات في الحمل
للحفاظ على الرياكتف باور المطلوبة. وهنا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه نحافظ على الباور فاكتور والفولتج ليميت المصمم عليها. لإنجاز هذه الحالة أنه الكاباسيتر بانك، يعني المجموعة من المتسعات اللي راح تدخل وتخرج من الشبكة، ممكن أن ننجزها بطريقة يدوية أو بطريقة الأوتوماتيك سويتشينج فاسيليتيز، يعني إمكانيات السويتشينج المتوفرة. الطريقة الأولى هي التايم سويتش. بهاي الطريقة نربط تايمر، هذا التايمر يقوم بإدخال المتسعة وإخراجها على ضوء تغيرات الرياكتيف باور بالشبكة، والتغيرات هذه تكون متوقعة ومعروفة بالنسبة لنا، فنقوم بتحديد التايم اللي تدخل به المتسعة وتخرج. هذه الطريقة جيدة في حالات الويك اند والعطل العامة، يعني احنا راح نتوقع الايام اللي بيها الويك اند، باعتبار الويك اند راح تستهلك طاقة كبيرة لوجود المستهلكين في منازلهم، وبالتالي نحتاج الى رياكتف باور. وبالعطل العامة ايضا المستهلكين يتواجدون في بيتهم، فنحتاج الى رياكتف باور اكثر، فنحدد ادخال واخراج المتسعة من خلال ربط تايمر مع المتسعة. الديسادفانتج مال هذه الطريقة انه الهوليدي بريود، يعني الوقت مال العطل، اذا كان مو منتظم، يعني عطل غير منتظمة غير محسوب لها حساب. النقطة الثانية الديسادفانتج مال هذه الطريقة انه هنا ما راح نقدر نستجيب للتغيرات بالحمل، وانما احنا دا نحدد اوقات معينة احنا نحددها من خلال التايمر بادخال واخراج المتسعة. الطريقة الاخرى الكنترول ميثود للرياكتيف باور هي التايم سويتش وذ فولتج اوفر رايد. بهذه الطريقة ردنا نتغلب على العيوب في الطريقة السابقة اللي كان عندنا فقط تايمر. هذه الطريقة أضفنا للتايمر Voltage Sensing Relay، يعني مرحل يتحسس الفولتية. وبهذه الطريقة راح التغير في الفولتية تتحسس الفولتج Sensing Relay وتدخل وتخرج المتسع. الطريقة الثالثة هي Voltage Sensitive Control، وهاي الطريقة فقط نربط Voltage Sensitive Relay يعني بدون تايمر، ونتحسس التغير اللي يصير بالفولتية، وعلى ضوء هذا التحسس راح نقوم بإدخال وإخراج المتسعة من الشبكة. بالمناسبة إدخال وإخراج المتسعة من الشبكة يعني حقن من تدخل المتسعة بالشبكة، يعني ده نحقن رياكتيف باور. هذه الطريقة يعني اختصرت لنا الرياكتيف باور كومبنسيشن، يعني اختصرت لنا وجود المتسعة فقط في التغير في الفولتية. لكن احنا نعرف وسبق ان قلنا وجود المتسعة هي مو فقط التأثير في الفولتية، وانما التأثير بالباور فاكتور ايضا. الطريقة الرابعة للكنترول ميثود، طرق السيطرة على الرياكتيف باور بالشبكة، هي الكيلو فولت امبير رياكتيف سنسيتيف كنترول، يعني الكيلو بار سنسيتيف كنترول. بهذه الطريقة نربط رياكتيف باور ريلي مع الشبكة. هذه الريلي تتحسس لنا التغير اللي دا يصير بالرياكتيف باور، وعلى ضوء هذه التغيرات راح تقوم بإدخال وإخراج المتسعة في الشبكة. هذه الطريقة واسعة الاستخدام. الطريقة الأخيرة، الطريقة الخامسة، هي Cosine Phi Sensitive Control، أي طريقة التحسس للباور فاكتور. بهذه الطريقة أيضا هناك ريلي تتحسس الباور فاكتور بالشبكة، وعلى ضوء هذا التحسس والتغير اللي دا يصير بالباور فاكتور تقوم هذه الريلي بإدخال وإخراج المتسعة.
أي تقوم بالسيطرة على الرياكتيف باور في الشبكة حسب الحاجة وحسب التغير اللي دا يصير بالشبكة. Example 1، مثال رقم 1 للشبكة الموضحة بالفيجر اللي تتمثل ب عندنا حملين S1 و S2 تم تغذيتها من خلال محولة. هذه المحولة تقوم بتحويل الفولتية من 11 كيلو فولت إلى 400 فولت، وهذه المحولة يتم تغذيتها من المصدر ب 2 لاين، خطين نقل لاين 1 ولاين 2، وكل لاين منطيك الامبيدنس مالته. ايضا ربطنا بالقرب من الاحمال رياكتيف باور كومبنسيشن ديفايس، جهاز تعويض الرياكتيف باور. المطلب الاول بالمثال اختيار حجم المحولة وكذلك اختيار الفيوز سايز اللي قبل المحولة وبعدها، يعني اختيار الفيوز من جهة الهاي فولتج واللو فولتج. هذا المطلب قبل ربط الرياكتيف باور كومبنسيشن ديفايس، يعني قبل ربط المصدر اللي يقوم بتعويض الرياكتيف باور. بالمطلب الثاني نقول اذا الرياكتيف باور كومبنسيشن ديفايس، هذا الجهاز اللي يقوم بالتعويض، الربط الى الباص بار من جهة الـ400 يعني بالقرب من الاحمال لتحسين الباور فاكتور الى قيمة 0.95، يعني هذا الجهاز ربطناه الغاية ان نحسن الباور فاكتور للاحمال S1 و S2 بحيث يوصل لنا اياها الى 0.95. المطالب اولا ايجاد كمية الكيلو فولت رياكتيف الكيلو بار اللي راح تنحقن بالشبكة من الجهاز، يعني إيجاد الـ QC. المطلب الثاني إيجاد الارتفاع بالفولتية بسبب Reactive Power Compensation، بسبب حقن QC بالشبكة. المطلب الآخر المطلوب Recovered Kilo Volt Ampere بالمئة، يعني المطلوب شقد الـ Apparent Power راح نستفاد من عدها من خلال ربط الجهاز اللي يقوم بالتعويض للرياكتيف باور. المطلب الاخير ايجاد الباور لوسز ريدكشن اللاين، يعني ايش قد راح تنخفض اللوسز باللاينز اللي هي لاين 1 ولاين 2. الحل للمثال، المطلب الاول كان ايجاد حجم المحوله وايجاد حجم الفيوز قبل وبعد المحوله، يعني من جهه الهاي فولتج واللو فولتج. فلكي نقوم بتحديد حجم المحولة نحتاج إلى جمع الحملين اللي هي S1 و S2، منطلع الـ S total، فالـ S total هي S1 زائد S2، فمن نجمعها راح يطلع الـ S total 700 زائد J 525. الـ 700 هي الـ P، مجموع الأحمال الحقيقية، القدرة الحقيقية، وال 525 هي مجموع الحملين الرياكتيف باور الكيو. وبالبولر تساوي 875 والزاوية 36.86. إذن التوتال لود الاس مالتنا هو 875 كيلو فولت امبير. نروح للجداول، ومن الجداول وبالأخص جدول السايز ترانسفورمر ستاندر، يعني الأحجام القياسية للمحولات، ونشوف أقرب رقم لل 875. طبعا المفروض نأخذ أكبر من عنده، ما يصير نأخذ أكثر من 875، لأن 875 هو الحمل فيحتاج محولة أكبر. فأقرب سايز لل 875 هي المحولة ذات الحجم 1000 كيلو فولت أمبير. ومن نفس الجدول نقدر نطلع الفيوز بالهاي فولتج وراح يطلع عندنا 80 امبير، والفيوز او السيركت بريكر باللو فولتج يعني من جهة اللو فولتج راح يكون 1600. المطلب الثاني لما نربط جهاز التعويض، المطلب اي
ما هي كمية الكيو سي اللي راح نحقنها بالشبكة بحيث تحسن لنا الباور فاكتور الى 0.95. الباور فاكتور ما قبل التحسين، اي ما قبل التعويض، اي ما قبل ربط الجهاز، هي تساوي لنا تان فاي 1 كيو الى بي للحمل الكلي. احنا الحمل الكلي طلعناه من المطلب الاول، البي 700 قلنا والكيو 525، فتان فاي 1 525 على 700 راح يطلع 0.7. فاي 1 هي تان انفرس لل 0.75 راح تطلع 36.86. ولو تلاحظ هذه الزاوية اللي هي زاوية معامل القدرة قبل التعويض، قبل ما نربط الجهات، هي نفسها اللي طلعت لنا بالبولر ويا ال 875 من حسبنا الاستوتال بالمطلب الاول. الزاوية لمعامل القدرة بعد التحسين، اذا فاي 2 كوساين انفرس الباور فاكتور ريد نوصل له هو 0.95 مثل ما مطلوب بالسؤال، راح يساوي لنا 18.19 درجة. اذا هسه صار عندي معلوم زاوية مال الباور فاكتور قبل التحسين يعني قبل التعويض، والزاوية مال الباور فاكتور بعد التعويض. الكيو سي من المحاضرة تساوي لنا بي تان فاي 1 ناقص تان فاي 2. البي هي 700 مثل ما طلعناها بالمطلب الأول، تان فاي 1 هسه طلعناها 36.86، فاي 2 أيضا هسه أيضا طلعناها هي 18.19. من نطبق هذه الأرقام الكيو سي راح تطلع عندنا 294.78 كيلو بار، كيلو فولت أمبير رياكتر. هذه هي الرياكتف باور اللي يجب أن نعوضها من الجهاز لتحسين الباور فاكتور إلى 0.95. المطلب بي مطلوب نحسب الفولتج رايز، يعني شقد راح ترتفع الفولتية بسبب ربط جهاز التعويض. من المحاضرة الفولتج رايز تساوي لنا كيو سي في اكس على في. الكيو سي طلعناها من المطلب اي، الفي هي فولتية اللاين اللي هي 11 كيلو فولت، يبقى عندنا الاكس، وسبق ان قلنا الاكس تمثل الرياكتنس مال اللاين. اللاين مو واحد عندنا، عندنا تو لاين مربوطة على التوازي، ومعناها لازم نطلع الإيكوفلنت إمبيدنس مال اللاين مال اثنيناتهم. وبما أنه الزت اللي هي الإمبيدنس مال التو لاين متشابهة متساوية، فالإيكوفلنت إمبيدنس مال اللاينز مال اثنيناتهم زت تي راح يساوي لنا زت مال أي وحدة من عندهم زت وان أو زت تو كونها متساوية على اثنين. فالزت مال اللاين هي 4 زائدا جي 25 على 2 راح يطلع عندنا 2 زائدا جي 12.5. الاثنين هي الار مال اللاين الايكوفلنت طبعا، وال12.5 هي الاكس مال اللاين. فنطبق هسه القانون مال الفولتج رايز، كيو سي عندنا من الفرع اي، والاكس هسه طلعناها 12.5 والفولتية مال اللاين 11، فالفولتية راح ترتفع بقيمة 334.97 فولت، يعني الفولتية راح ترتفع إلى قيمة أكبر من 11 كيلو فولت إلى 334.97، هاي بسبب أنه الباور فاكتور رفعناه إلى 0.95. وهذه إحدى فوائد الرياكتف باور كومبوزيشن، أنه الباور فاكتور من رفعها راح الفولتج دروب يقل، وبالنتيجة الفولتية راح تزداد. المطلب سي هو إيجاد ريكفرد كيلو فولت أمبير، يعني إيجاد كمية الكيلو فولت أمبير راح نستفاد من عدها من خلال رفع الباور فاكتور إلى 0.95. من القانون مال الريكفرد كيلو فولت أمبير في المحاضرة يساوي P في 1 على كوساين فاي 1 ناقص 1 على كوساين فاي 2. P مثل ما قلنا تساوي لنا 700، والكوساين فاي 1 هي 0.8
والكوساين فاي 2 هي 0.95، وراح يصير ريكفرد كيلو فولت امبير. يعني الكيلو فولت امبير اللي راح نستفاد من عندها نتيجه تعويض الرياكتيف باور وتحسين الباور فاكتور الى 0.95، راح ريكفر تساوي لنا 138.15 كيلو فولت امبير. واذا اريد اطلع النسبه المئويه لهذه الريكفرد راح اقسمها على الاس ما قبل التعويض، يعني الريكفر كيلو فولت امبير بالمئه هي 138.15 اللي هسه طلعناها، ونقسمها على الاس ما قبل التعويض اللي هي 875 في 100، راح يطلع عندنا نسبة التحسن في الرياكتيف نسبة الاسترداد أو نسبة الاستفادة من ربط الجهاز تعويض الرياكتيف باور هي 15.78%. المطلب الأخير اللي هو دي، حساب الريدكشن بالباور لوسز باللاين، يعني حساب ايش قد راح تقل اللوسز باللاين. ايضا من المحاضره اللوسز ريدكشن باللاين تساوي لنا دلتا بي تساوي لنا اس 1 تربيع على بي تربيع في ار في 1 ناقص كوساين فاي 1 تربيع على كوساين فاي 2 تربيع. المطالب اللي موجوده بالمعادله كلها متوفره عندنا، S1 اللي هي 875 ربعها، V اللي هي 11 كيلو فولت تربيع، R طلعناها من حسبنا الإكوفلنت إمبيدنس مال اللاين وكانت 2، والكوساين فاي 1 0.8 تربيع، والكوساين فاي 2 0.95 تربيع. من نخليها بالمعادلة راح يطلع الريدكشن بالباور لوسز باللاين هو 3680.8 واط، أي 3 كيلو واط و 680 واط. المثال رقم 2، مثل ما نلاحظ الدائرة في الشكل، الاختلاف عن المثال الأول أنه في المثال الأول كان عندنا حملين، في هذا المثال عندنا 3 أحمال. في المثال الأول كان التغذية للحملين من خلال ترانسفورمر واحدة، وبهذا المثال التغذية للأحمال الثلاثة راح يتم من خلال تو ترانسفورمر. وأيضا بهذا المثال ربطنا رياكتيف باور كومبنسيشن ديفايس، جهاز تعويض رياكتيف باور، وهذا راح يحقن لنا كيو سي من جهة الـ 400 فولت. وأيضا عندنا التغذية راح تكون من خلال تو لاين، لاين 1 ولاين 2، والقيم هي نفس القيم اللي موجودة بالمثال الأول. الاختلاف هنا بالمطلب الأول، أما المطلب الثاني هو نفس المطالب بالسؤال الأول. المطلب هنا بهذا المثال يختلف عن المثال الأول. المطلوب يقول في حالة عطل أو فشل وحدة من المحولات المربوطة هاي الثنين، يجب أن الزيادة على المحولة اللي راح تبقى بالخدمة لا تزيد عن 15%. يعني إذا عطلت وحدة من المحولات أو فشلت لأي سبب كان، فالمحولة الثانية ما يصير عليها أوفرلود أكثر من 15%. أما المطالب رقم 2 هي نفس المطالب في المثال الأول. الحل للمثال الثاني، المطلب الأول قلنا هناك عندنا 3 أحمال، فراح نجمع الأحمال الثلاثة ونطلع الأس توتال. فمن جمعنا الأحمال الثلاثة صارت عندنا الباور البي 700 والكيو 525 والتوتال 875 والزاوية 36.86. بالسؤال يذكر أنه في حالة فشل وحدة من المحولتين يجب أن الأوبرلود على المحولة الباقية لا يزيد عن 15%، أي أن الأس مال المحولة نضيف له 15% من الأس، يجب أن تكون أكبر أو تساوي التوتال لود اللي هي 875. ومن هاي المعادلة أس راح تطلع عندنا 760.86 كيلو بولت أمبير. نروح لجداول المحولات الستاندر، راح يكون
الرقم الأقرب من هذا اللي هو يكون أكبر منه 800 كيلو فولت أمبير، أي أن المحاولتين راح تكون أحجامها 800 كيلو فولت أمبير. المطلب الثاني بهذا السؤال رقم 2 اللي هي الأي بي، الأي والبي والسي والدي، هي نفس طريقة المطاليب أي بي سي دي في المثال الأول، وتقدر ترجع لها وتشوف هي نفس الطريقة وراح تجري عليها نفس المعادلات ونفس القيم اللي نقدر نطلع عليها بالمثال الأول.